عندك يا شاد. استنينا يا جدعان. انتوا عايزين مني ايه؟ ولا تعمل ايه؟ خد منها الشنطه اللي عليها تقيله قوي. انت هتعملنا فيها زكي شان ولا ايه؟ عشان نعرف نفكر هنعمل ايه دلوقتي. ما عرفتيش هما مين يا اختي؟ ما عرفتش، اول مره اشوفهم يا اختي. انا بتهيألي بعد اذنك انا ابويا ان احنا نبلغ البوليس احسن. البوليس هيعمل ايه؟ دول فص ملح وداب. هو برضه البوليس مسؤول يجيب الحاجات اللي بتتسرق من الناس دي؟ يعني هي الدنيا سايبه ولا ايه يا ابويا؟ لو حمد ابني موجود كان اتصرف. احنا مالنا ومال موضوع زي ده يا فاطمه؟ ودنك فاضل الكلام الفارغ ده؟ مش ضابط ويعرف كل الحراميه؟ يعرف كل الحراميه؟ انت ناقص تقولي انه شيخ حاره الحراميه. الناس لبعضيها يا محروس، وزينات ست وحدانيه. انا مش فاهم انت مهتمه قوي بالموضوع ده كده ليه؟ جرى لك ايه يا راجل؟ هو ده رد الجميل؟ انت ناس اللي عملته معانا عشان جوازت بنتك؟ هو اللي عملته ده كانت عملته ببلاش، ما هي بتاخد حقها كل اول شهر. انت جرى لك ايه يا راجل انت؟ ده جميلها لسه ما بريتش. بدل ما تقول الكلام ده كنت تروح تاخدها وتنزل معاها وتروح القسم وتدوروا معاها. والله عال عايزاني كمان ادور معاهم؟ ادور على مين؟ على حراميه وقتالين قتل عشان واحد يضربني مطوه؟ عايزه تخلصي مني يا فاطمه؟ ايوه يا اخويا اعمله الليله، اعمله الليله، انا مش عايزه منك اي حاجه خالص. لما ابني يجي هقول وهو يتصرف. تتهمي حد بسرقه ست زينات؟ لا. طب شفت حد من الجناء قبل كده؟ لا، اول مره اشوفهم في الحاره. طب عندك اي اقوال اخرى؟ لا مفيش. قافل المحضر امين. امدى ست سنات. انا هوريكي شويه صور لمشتبه فيه، يمكن تتعرف على اي حد فيه. دي ممكن ترجع تاني يا حمدي. انا مش عارفه اعمل ايه، ده كل راس مالي يا حمدي. ان شاء الله هترجع، التحريات شغاله دلوقتي وكل محلات الملابس اللي حوالينا عندها اوصاف البضاعه اللي اتسرقت منها. يمكن حد من الجناه يعرض البضاعه دي للبيع وساعتها بقى هنقبض عليه. يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب. ليه لو سمحت يا معلم فتوح حاجه؟ انا عارف يا سعاده الباشا مين ورا اللي حصل ده. مين؟ انا ما قلتش ليه من الاول، انت ساكت ليه؟ اللي عمل العامله دي مفيش غيره، الواد زينهم يا باشا. زينهم ابو شفه؟ ايوه صاحبي باشا. وانت عرفت ازاي؟ الصاب اللي عندي شافه مع ثلاث عيال صيح واقفين في ركن وكان بيشاور لهم على بيت الست زينات. اه تلاقي هو بقى اللي اتهجم عليا بالليل وكان عايز يسرقني وضرب عوض جوزها وزيه، هو مفيش غيره. احتمال احتمال. طب يا زينات اطلعي انت رايحي وانا هتصرف. وحياتك يا حمدي ما تسيبنيش كده، تبلغني اول باول باللي بيحصل. حاضر حاضر، اطلعي انت بس. كتر خيرك يا معلم فتوح، هات الصبي بتاعك وتعالى معايا لسه. حاضر يا سعاده الباشا. وانا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا معلم. لما دخلتك السجن تاني يا زين ما بقاش انا المعلم فتوح على سن الله. ايوه كده، على بيت زينهم عدل، جرجروه من قفاه وسلم لي على ابو سعفر. ايوه
الشقه. ايه يا باشا؟ انا عملت ايه يا باشا؟ انزل بص عليا يا باشا. قبضنا على زينب وفتشنا الشقه بتاعته ما لقيناش اي اثر للشنطه ولا اي حاجه من اللي انت بلغت عن اوصافها. لكن ما تقلقيش، هو مرمي دلوقتي في الحجز لغايه بكره، وانا متاكد ان هو هيعترف. يا دي مصيبه، مفيش فايده، مفيش فايده. استني بس، ما يمكن يعترف. حتى لو اعترف ما خلاص، زمن الحاجات اللي جوه الشنطه اتصرف فيها والفلوس اللي جواها خدها. هي الشنطه كان فيها فلوس؟ مش عارفه ايه اللي خلاني افكر احط الفلوس جوه الشنطه. هي الشنطه كان فيها كام؟ 1500 جنيه. الشنطة كان فيها حاجة غير الفلوس؟ ايوه، بضاعة لسه واخدها من التجار حالا، يجي ب 1500 جنيه. 1500 جنيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا دي نصيبة، مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف ازاي. الهي ما يوعى، ان شاء الله يا رب يصرفهم على الحكمة والادوية. قول لي يا حمدي، هو انتوا في الاسم مش ممكن تجيبوا لها الفلوس والحاجات اللي سرقها؟ لازم يعترف الاول ان هو اللي سرق يا ماما. هعمل ايه يا حمدي؟ قول لي اتصرف ازاي؟ اعمل ايه يا نبويه؟ دي فلوس تجار هيودوني في 60 داهيه. اعمل ايه يا رب؟ اجيب فلوس منين؟ اشحت يخص عليك يا زينات، تشحتي ايه؟ دي كلمه تقوليها؟ ما انت عارفه الجيران كلهم بيحبوكي. انا هلم لك. ماما، انا فكرت في حاجه كده وكنت عايز اخد رايك فيها. خير يا حمدي؟ ايه رايك يعني لو جمعنا يعني من الجيران بتوع البيت اي مبلغ كده للست زنات، اهو يعني يعوض عن الفلوس والبضاعه اللي راحت منها. انا مش فاهم انت مهتم بموضوع زنات دي قوي كده ليه؟ انت مش خلاص عملت اللي عليك ورحت معاها الاسم ومسكوا الحرام اللي سرقها؟ يا حسره، وهم قدروا ياخدوا منه حاجه؟ برضو ملناش دعوه، احنا كمان هنخصم الناس تدفع فلوس عشان يقولوا خلصرنا حاجه في جيبنا؟ لا لا، احنا مش هنخصم اي حد يا بابا. اللي عايز يدفع اهلا وسهلا، اللي مش عايز يدفع برضه اهلا وسهلا. ايوه، وهنكتب قدام كل واحد اللي دفعه عشان زينات تبقى عارفه كل حاجه. بالظبط كده، اهي دي فكره كويسه. اهلا يا ست فاطمه. اهلا بيكي. احنا مش قلنا ما نفتحش الباب لحد الا ما نبص بالشراع الاول؟ هيسرى يا ست فاطمه، ما كل حاجه راحت خلاص. لا يا حبيبتي، مش يجوز في حد جاي يتهجم عليكي؟ انت مهما كان حلوه ويتخاف عليك. الحافظ هو الله، اتفضلي عودي. بصي، انا حمد ابني قال يعني، وانت عارفه طبعا معزتك عنده، قال مش معقول هنسيب الست زينات واقفه لوحدها، لازم نقف جنبها. وجمع لك المبلغ ده من الجيران عشان ترجعي شغلك تاني. كتر خيرك يا ست فاطمه، بس انا ما اقدرش اخد الفلوس دي، انا ما اقبلش حسنه من حد. لا، هي مش حسنه ولا حاجه، إيه انت بس ايه، اعتبريهم سلف، ولما تقدري ترديهم باذن الله ابقوا رديهم. طب وانا هعرف ازاي مين اللي دفع ومين اللي ما دفعش؟ بصي، حمد ابني كاتب هنا ورقه بالاسماء، وقدام كل اسم المبلغ اللي دفعه. اختي ان شاء الله يخليه يا رب ويحميه. ياه، مش عارفه ارد جمايله ازاي. يا رب بقى الحال يتصلح قبل ما يترقى عشان اجيب له النسر اللي انا وعدته بيه. هتقدري، بس يكون عيار 24. عيار 24.